أطلقت ناشطات سوريات الخميس 22 من سبتمبر جمعية المرأة السورية للتنمية على أرض محافظة القنيطرة جنوب سوريا، وافتتحت الجمعية من خلال حفل أقامته الناشطات في الجمعية للتعريف بأهداف ومهام هذه الجمعية أمام منظمات المجتمع المدني، حيث حددت القائمات على العمل أهداف الجمعية بالرقي بوضع المرأة بالعموم في جميع المجالات التعليمية والطبية والإنسانية وغيرها. بداية هذه الجمعية ستكون مثال ونموذج واضح يغطي دور المرأة في المجتمع بأهدافها ومبادئها من حيث المساعدة والدور الأساسي في هذه الظروف. تواكب المرأة السورية شيئا فشيئا طريق الأمل للأمة العربية في سوريا بأننا صامدون حتى ما تزال هذا النظام المزعج. ومن أهداف هذه الجمعية، تهدف الجمعية لتنمية المرأة وتقويتها على احتياجاتها وظروفنا الحالية، منها التمريض والخياطة والمعلوماتية أيضا، كما أن الجمعية تهدف إلى رفع مستوى المرأة المهني والعملي والتعليمي لتوعيتها وجعلها مرأة على تتحمل الظروف الصعبة. وأكدت الناشطات على أهمية دور المرأة الفعال في المجتمع والثورة على حد سواء، ووقوفها إلى جانب الرجال في كل تفاصيل الحياة. وحضر الحفل العديد من منظمات المجتمع المدني وممثلين عنها، وألقت خلال هذا النشاط القائمات على العمل كلمات لتوضيح مهام الجمعية وأهدافها وتطلعاتها. أنا نادية إبراهيم محمد، عضو بالمكتب الإعلامي. نحن من جمعية المرأة السورية للتنمية، والحمد لله اليوم الانطلاقة الأولى للجمعية وافتتاحها على أرض القنيطرة. ونحن الهدف الأساسي من الجمعية هو رفع سوية المرأة والتعليمي والثقافي، وكمان نهدف إلى تعريف بدورها الفعال جنب إلى جانب الرجل. يعني في المرأة في نصف المجتمع، هذا أكيد، فهي تلد وتربي وتنمي مواهب والأبناء والأجيال. فالحمد لله نحن يعني في ظهور وتأكيد على دورها، فمنها المرأة المعلمة والدكتورة والطبيبة والمهندسة، فهذا هو الهدف الأساسي للجمعية. وتعتبر هذه الجمعية الأولى من نوعها في الجنوب السوري، التي تهتم بالمرأة من جميع الجوانب وتعنى بتعليمها ومساعدتها على كافة الأصعدة.